هلو جايز، اليوم معنا مين؟ صديق الدرب. قال له جايز اليوم يا جماعة الخير معنا زلمة ضابط كثير، هو صديق الدرب بالفلوقات الأولى. معقولة قاعد تصور؟ محمد الهراكي وربي قاعد بصور. السلام عليكم. وربي قاعد بصور. بلاش الصورة حمودة. شو مشان الجو اليوم شمس كثير؟ شوف شوف وجهي بلمع يا زلمة. نظبط الوضع السح. أنس بالجامعة وكثير الشمس قوية مش كثير الشمس قوية مش قادر اخذ راحتي. تشوف شوف حاط فلتر. شوف وين والله بيطلع اسود. ايش فلتر صايد قاعد يطلع. يلا اطلع اطلع معلمني كاس النسكافيه كله ادمان عندي. تعال اقول لك تعال بدي اخذك على مكان للقعدة شلل. علمها يضبط شغله بنسويها بالكليه هي كاس النسكافيه. يعطيكم العافيه جميعا ان شاء الله يا رب الكل يكون بخير. طبعا هذا ما راح يكون فلوج رسمي بس بما انه اليوم الجو ظابط وعندي دوام بالكليه واول فيديو لي على اليوتيوب راح يكون هيك هيك قال قلنا هيك السبب ضحونا يعني موجه للناس اللي راح تيجي على اليوتيوب. طبعا بشكر كل حدا اجى على اليوتيوب من الفيسبوك وكمان بشكر الناس اللي ما اجتش لانه جزء ما معهم مش يوتيوب وكذا او انه بس تصفحهم على الفيسبوك. فكل الشكر للكل على الحالتين. فلو قلنا من الاول الكل شو اللي قاعد بصير ايرور مليون. المهم اليوم راح احاول اصور شوي من الكليه او اسولف شوي شو راح خطتي على قدام تكون شو هي الفيديوهات وكمان يعني شو ناوي اسوي وممكن كمان اجاوب على كم سؤال من اللي انتم سالتوني اياها. فحاليا عندي محاضره يعني بس تخلص المحاضره اول شيء راح اشرب كاس نسكافيه اروق عليه. بعد ما اشرب كاس نسكافيه احس حالي اول مره بحكي قدام الكاميرا مش عارف اسولف او لاني بردان شوي. فبعد ما تخلص المحاضره بدي اشوف مكان ظابط اقف بيه واسولفكم شو راح يصير واذا قدرنا نصور شيء من النشاطات شوي بالكليه مع انه ما راح اتمكن اني اصور لاني مش مظبط وضعي مزبوط وطالع على النادي بس مش سهل اني اصور لانه شايل كاميرا واحده. فبنشوفكم جوا يا زلمه الشمس كثير اوفر كثير يا رب يستنى هديك. والله يا حمود بدنا مكان ايش خرج نثبت فيه الكاميرا نقدر نسولف. الشمس كثير قوي. شوف زاني جاي اصور فيديو صغير. الشمس قويه كثير. شلون هذا اول فيديو راح يكون على اليوتيوب بس يكون شرح وكذا. روح جيب عمر خلي جيبه يا زلمه. الله حي الحكيم يا اخي. اليف اليف البس مش انت هذه الجنطه مان. اسمع اسمع خرج شو اسمه سوي عليك بيب. لا لا بس عشان ما صايرين اليفين يا اخي بتسوي حالك. وانت تتلحمس عليها كمان رملي روح جوك. لا لا خلي شوي مشكلة انا هيك كمان مرة. والله اسمع المستنتج حالي قال باب المستنتج اسمع اسمع.